بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسرنا ان احنا نلتقي بكم النهارده في الجزء الثاني في دراسه سفر الرؤيا الاصحاح 20، وكنا توقفنا عند العدد 7 من هذا الاصحاح، وعشان ناخد فكره عن الجزء اللي فات عباره عن يعني فكره الالف سنه وازاي الكنيسه بتقبلها. وبتقول إن إحنا النهاردة عايشين في الملك الألفي من ساعة صلب المسيح وموته وقيامته، وهو بيملك على قلوب المؤمنين باسمه. ومش ألف يعني ألف بالأرقام كده، لا، معناها إن إحنا عايشين في حياة سماوية، كنيسة عايشة في السماء مع المسيح. وفهمنا إن بعد الألف سنة ديت هيحل الشيطان، وعرفنا ليه الفكرة من حل الشيطان، إن هو يختبر المؤمنين عشان يثبتوا في الإيمان بالمسيح أكتر ويدخلوا في المكافأة الأبدية. نقرأ من العدد 7 مع بعض. ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه؟ لما الشيطان هيحل من سجنه هتزداد الخطية ويزداد الألم والضيق والوجع، وربما البعض يتوبون بسبب هذا الازدياد. لكن اللي عايز اقوله ان احنا ما يصحش ان احنا نخاف لما نسمع حته ان الشيطان هيتحل، لان في قصص كتيره جدا كان الشيطان محلول مش مقيد يعني، ومع هذا سمعنا ان ربنا بيقول ان الانسان له سلطان واراده على نفسه وعلى لما كان بيكلم قايين، قبل ما كان قايين كان في مخه رغبة انه ينتقم من اخوه ويقتله، فربنا كلمه وقال له عند الباب خطية رابضة، يعني في حاجة خطية وحشة هتقع فيها، خد بالك. اليك اشتياقها، يعني مالية مخك وانت شكلك هتقع فيها. لكن رجع قال له ايه؟ وانت تسود عليها. شوف ازاي رغم الشيطان كان محلول في الوقت ده، لكن الإنسان له سلطان على إرادته. فمالكوا بقى إحنا في عهد النعمة وحل علينا الروح القدس في المعمودية وخدنا مسحة الميرون، ثبتنا في الإيمان وبنتناول بناخد جسد ربنا ودمه. ووعود الإنجيل بتقول لنا حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. كل دي وعود جميلة تخلينا إن إحنا ما نخافش من فكرة إن الشيطان هيتحل. يعني نكمل مع بعض عدد 8. ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. الجزء ده نفهمه بطريقتين، ممكن بطريقة حرفية لأن الشيطان هو قتال للناس منذ البدء زي ما قال عليه في إنجيل يوحنا، إن هو ما بيرتاحش إلا لما يشوف الدم ويشوف الخراب. فمالكوا بقى لما يحل من سجنه هيثير حروب كثيرة جدا ويجمع لها ملوك وقواد من المشرق. يقول لك جوج وماجوج، جوج اسم ملك وماجوج دي اسم الأرض اللي بيحكمها، وربما دي الحرب اللي اتكلم عليها اتنبأ عليها سفر حزقيال وقال عليها ان جوج وماجوج ده رئيس روش، وماشك وتوبال دي عبارة عن قبائل كانت موجودة حوالين بحر قزوين، وبعض الناس يحلو ليهم ان يفسروهم ان ده الاتحاد السوفيتي اللي اتحل دوت، او ده الصين ده اللي جاي جديد في الخريطة، وربما دي تكون المعركة اللي اشار اليها باسم هرمجدون. ولكن هنا بقى قال ان في معسكر القديسين والمدينة المحبوبة، لعله يقصد اورشليم بسبب ماضيها وبسبب انها كانت مدينة الملك العظيم داود إلى آخره يعني. وفي هذه الأوقات يعني في وقت المعركة دي هيسكن فيها ضد المسيح،
وسماها معسكر القديسين لأن هيبقى فيه مؤمنين كتار جدا أدركوا ضد المسيح دي حاجة مزيفة، وآمنوا إيمان حقيقي بالمسيح. وهنا بقى برجع لفكرة موجودة حاليا، إن كثيرين من اليهود تقبلوا الإيمان بالمسيح، ويقال إن داخل إسرائيل نفسها في عدد ليس بقليل حوالي 60,000 من اليهود آمنوا بالمسيح، واسمهم اليهود المسيانيين، يعني يؤمنوا بمجيء المسيح. وهنا بقى بيتكلم عن إن الجيوش دي هتكون نهايتها بيد الله، وفي نفس الوقت هيهلك الوحش والنبي الكذاب في بحيرة النار، وينقذ الله المؤمنين من هذه الحرب الصعبة. ده المعنى الحرفي المادي يعني، لكن هناك معنى روحي، إن الوحش وأنصاره اللي هم جوج وماجوج هيستخدموا كل الطرق العنيفة والقاسية جدا والخداع والتضليل عشان يفتكوا بالقديسين. وهنا بقى المدينة المحبوبة مش هتبقى أورشليم، لكن هتبقى الكنيسة، ترمز للكنيسة، وإن الله هيدعمها بظهور إيليا وأخنوخ اللي هو هيبقوا موجودين في أورشليم، وبنار الروح القدس هيحرق كل هذه الأضاليل اللي هي ظهرت ضد المسيح وتساند الإيمان السليم. والحقيقة يعني كلا التفسيرين مقبول، يعني مطروحين التفسيرين، مقبولين ومطروحين، لأن ممكن تكون في حروب مادية وممكن تكون حروب روحية ضد الكنيسة، ولكن نشكر الله نهاية هذه الحروب هي هلاك الوحش في البحيرة المتخذة بالنار، وتمجيد الكنيسة، وهلاك إبليس جه في عدة مرات في سفر الرؤيا في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت، وظهر قبل كده في الإصحاح اللي فات إصحاح 19، وفي النهاردة في آخر الإصحاح 20 هنقرأ مع بعض كل ما لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة ألقي في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. نكمل مع بعض نقرأ من العدد 11. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. هنا بقى نشوف صورة المسيح الآتي للدينونة، عرشا عظيما، إشارة للعظمة وللجلال والملك، أنه يملك على الكل برغبتهم عن حب وخضوعهم ليه. وبعدين ذكر أنه هو أبيض، ده يشير للعدل للبر وللقداسة. وبعدين يقول الذي من وجهه هربت الأرض والسماء، هنا الأرض ده بقى يعني إيه؟ الأرض وكل ما عليها، المخلوقات الأرضية كلها، السماء للمخلوقات السماوية بقى، الملائكة والأرواح القديسين إلى آخره يعني، الكل في حالة تهيب من يوم الدينونة. ربما تشير الآية دي لزوال الأرض بشكلها الحالي، وبعد كده مش هنحتاج بقى للأرض ولا للسماء بشكلها اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، والحياة المادية مش هيبقى ليها أي وجود بعد كده. العدد 12 يقول ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله. الدينونة هنا للكل، الكبار والصغار. وبعدين في أسفار انفتحت، دي بقى هنا أسماء البشر وأعمالهم. سفر الحياة يشمل أسماء المؤمنين الغالبين اللي هما بينتظروا المكافأة، ودين الأموات يعني اللي هما الأشرار اللي قضي عليهم بالموت الأبدي، لكن الأبرار ما عليهمش دينونة. وبعدين وسلم البحر الأموات الذين فيه، دايما البحر يشير للعالم، ويقصد هنا الناس اللي هتبقى عايشة أثناء هذا الأمر يعني، يعني يوم مجيء الرب للدينونة هيبقى في ناس عايشين على الأرض لازالوا موجودين يعني.
ولكنهم بقى هنا عايشين في الشر وعايشين في الخطية، لذلك أسماهم سماهم الأموات، يعني اللي هم ما لهمش نصيب في الحياة. وبعدين رجع قال: وسلم الموت والجحيم الأموات الذين فيهما. هنا بقى دول اللي ماتوا بالجسد قبل مجيء يوم الدينونة، ولكنهم ذهبوا إلى الجحيم اللي هو مكان انتظار الأشرار. والجحيم هيسلم كل اللي فيه للهلاك الأبدي للأشرار. الموت بقى وسلم الموت، الموت اللي هو القبر اللي هو الجحيم اللي هو الهاوية. العدد 14: وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. الموت والجحيم لما طرحوا في بحيرة النار ده يعني انه كل اللي كانوا في حالة الموت اللي هم الأشرار اللي كانوا عايشين في وقت مجيء الرب، أو الأشرار اللي انتقلوا في الجحيم في انتظار الدينونة مجيء الرب، دول كلهم مصيرهم في بحيرة النار كمكان أبدي ليهم، هيبقوا منفصلين عن الله. وهو ده الموت التاني، هم اختاروا لأنفسهم هذا الأمر، وهم عايشين على الأرض كانوا اختاروا هذا الطريق، طريق الهلاك، كانوا أموات بالروح وانتقلوا من موت إلى موت. والشيطان طرح في بحيرة النار، فالشيطان هو موت في مقابل الحياة التي هي الله المسيح، اللي ربنا قال عن نفسه أنا هو القيامة والحياة، فالموت هو الشيطان. نقرأ العدد 15: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. يوم احنا بقى بنتعمد وبيتكتب اسمنا في سفر الحياة، واللي بيغلب ويعيش في التوبة بيحتفظ بثيابه البيضاء فلا يمحى اسمه من سفر الحياة. كده اختتمنا الأصحاح 20، وبنشكركم كتير على المتابعة، وفي الحلقات المقبلة إن شاء الله هنستكمل بقية هذا السفر. أشكركم، ربنا معكم، مع السلامة.